السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جاب لكم طريقة توصيل سماعتين او جهازين بلوتوث بهاتف اندرويد بهاتف سامسونج واحد، وشو يفيدك الشرح، خاصة يفيدك اذا كنت انتو شخصين عندكم هاتف واحد وعندكم سماعتين بلوتوث تريد تسمعون من هاتف واحد، يعني مثلا تشغل أغنية راح تسمع في السماعتين نفس الأغنية، أو مثلا تتصل راح المكالمة يجي على السماعتين. كيف الطريقة؟ جدا سهلة، راح بشرح لك في هذا الفيديو. أوكي، نروح للشرح. أول خطوة شو تسوي فيه؟ عندك سماعة بلوتوث لازم تقترن السماعتين في بالهاتف، تقترن. أوكي، كيف تقترن؟ كل طبعا بعض السماعات تختلف وراء، ولكن أكثر السماعات إنك تفتح هذا السماعة بهذا الشكل وتبحث عن تفتح البلوتوث. ناس ما تشوفون بلوتوث، تشغل البلوتوث واضغط عليه ضغطة مطولة حتى يفتح لك قسم البلوتوث. صح، يعني بتحصل أنت ما بتحصل هذا الأجهزة، بتحصل يعني الأجهزة المقترنة. إذا في أجهزة مقترنة من سابق راح بتحصل هنا، انزل لتحت بتحصل الجهاز الأجهزة المتاحة حاليا، يعني حواليك الأجهزة اللي موجودة حواليك. ناس ما تشوفون عندي جهازين إيربودز أو سماعتين بلوتوث، راح ظهر لي هنا الأجهزة المتاحة. اضغط على أول شيء، وصل الجهاز الأول اقترن، اقدر اضغط على اقتران. أوكي، وصلت الجهاز الأول، الحين نروح للجهاز الثاني، الإيربودز الثاني أو سماع البلوتوث الثاني، اقترن. بعد ما تقترن السماعتين البلوتوث اضغط على اقتران. خلاص، بعد ما تقترن راح تظهر الجهازين هنا فوق باللون الأزرق، يعني تم اقتران باللون الأزرق، يعني الحين تم اتصال بالسماعة البلوتوث، الجهاز البلوتوث، وهو الحين مفعل شغال. اوكي، الحين كيف تشغل أغنية؟ تشوفوا، لاحظوا، الحين راح استخرج السماعة البلوتوث اوكي بهذا الشكل. ناس ما تشوفون راح أشغل أفتح البلوتوث. ناس ما تشوفون هذا هو السماعتين. الحين تريد تسمع أغنية على السماعتين، يعني كل السماعات تسمع أغنية واحد على هاتف واحد. كيف؟ أول شيء حمل برنامج سامسونج ميوزك، راح بتحصل الرابط التحميلي في الديسكريبشن هذا البرنامج. افتح البرنامج اوكي، طبعا شغل اغنية من هذا البرنامج. اوكي، ناس يشوفون فندي اغاني وايد، اشغل مثلا اوكي اشغل هذا الاغنية. شوفوا الحين شغلت اغنية، اوكي راح اعلي الصوت. اوكي، شوفوا الحين هني، حتى الحين سماعة واحد شغال. شوفوا، لاحظوا هذا السماعة شغال. شوفوا هذا ما بشغل، هذا ما بشغل، بس هذا شغال. شوفوا، لاحظوا، تسمعون، هذا ما بشغل بس هذا شغال. اوكي، كيف تشغل السماعة الثانية؟ اوكي، نروح بعد ما تشغل الأغنية على البرنامج، هذا البرنامج سامسونج ميوزك، افتح لوحة التحكم. هني بتحصل البرنامج، يعني الأغنية شغالة، اضغط عليها يسحب بهذا الشكل. اضغط على اخراج الوسائط. بعد ما تضغط على اخراج الوسائط راح بتحصل هني، شوفوا لاحظوا. اوكي، مثل ما تشوفون تضغط على ايربات الثاني راح يشتغل. اوكي، حتى تشغل اوكي الحين حتى تشغل يعني الحين ضغطنا على السماعة الثانية اشتغل. اوكي، الحين هذا شغال وهذا مش شغال، حتى تشغل الاثنين فعل هذا الخيار. خلاص، الحين حط علامة صح هنا بعد. خلاص، الحين علي الصوت كلها بهذا الشكل. خلاص، الحين السماعتين شغال. اوكي، شوفوا لاحظوا، الحين راح اوضح لكم. شوف هذا السماع الاول، راح احط شغل مره ثانيه. اوكي، الحين راح احط السماعه
جنب الميكروفون حتى تسمعون. هذا السماع الأول، أوكي شوفوا، هذا السماع الثاني، هذا السماع الثاني. طبعا لازم هذا السماعة لازم أحطه في أذني حتى ما يتسكر، هو نظامه كذي أوكي. بس هو الاثنين شغال يا شباب، الاثنين شغال أوكي، الاثنين شغال يا شباب. النظام هذا السماعة لازم أشغل الاثنين. بس هذا هو طريقة التوصيل حتى تتأكد إنه شغال. نشوف تسحب بهذا الشكل اوكي، حتى تتاكد انه شغال. ناس ما يشوفون راح تضغط على البرنامج، الحين بتحصل اخراج الوسائط، تضغط عليها راح تظهر لك هنا. ناس ما يشوفون الجهازين الاربات متصل والاثنين شغالين. وبس هذا هو طريقه تشغيل وتفعيل سماعتين بلوتوث على هاتف سامسونج واحد، تسمع من سماعتين على اغنيه واحد او كمكالمه واحد. وبس هذا هو المقطع، مع السلامه.